الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ناسا من أهل المدينة أو من أهل النفاق خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ثم انسحبوا من الجيش فأحدثوا إخلالا بالجيش. وفي غير حديث زيد بن ثابت أنه عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بما يقارب ثلث الجيش يوم أحد قبل المعركة، فأحدث اختلالا وإخلالا بصفوف المسلمين. فلما قدر الله على المسلمين ما قدر ورجعوا إلى المدينة، قالوا: ماذا نصنع بهؤلاء المنافقين؟ فمن قائل نقتلهم، ومن قائل نستأني بهم. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم يا أهل الإيمان انقسمتم في أهل شأن أهل النفاق إلى فئتين، والله أركسهم، ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أركسهم، ردهم إلى الكفر بسبب كسبهم السيء. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا المعنى الذي عليه جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: لماذا انقسمتم يا أهل الإيمان في شأن أهل النفاق الذين انسحبوا من الجيش قبل بدء المعركة فأحدثوا إخلالا، ولماذا انقسمتم في شأنهم؟ من قيل نقتلهم ومن قيل نتركهم، والله أركسهم، حرمهم شرف الجهاد مع الرسول بما كسبوا. فهنا فوائد، وهنا أيضا بعض الملاحظات. أولا، من الفوائد أن الشخص يحرم الخير ويحرم الطاعة بسبب كسبه السيء، لأن الله قال: والله أركسهم، أي حرمهم وردهم، حرمهم شرف الجهاد مع الرسول بسبب كسبهم السيء. ومن الأدلة على هذا المعنى أن شخصا ما قد يحرم من الطاعات بسبب كسبه السيء، قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولذلك كان من السلف من يقول: أنا إذا لم أقم الليل حزني الأكبر أنني أخشى أن يكون الله كرهني فصدني عن قيام الليل وحرمني هذه الطاعة. فالحرمان من الطاعة عقوبة، الحرمان من الطاعة عقوبة. في الآية من الفوائد أن أهل الإيمان لا ينبغي أن يختلفوا، بل يقللوا الاختلافات قدر الاستطاعة، قللوا الاختلافات قدر الاستطاعة، فالخلاف شر. وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الآية فيها رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح، وكذبوا في قيلهم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه، وختم على وأضله الله على علم. الذي أضله هو الله
سبحانه وتعالى. وقال شعيب عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الحديث: ومن يضلل فلا هادي له. قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإضلال من الله وهو أعلم. إذا سئلت عن ذلك لماذا يضل الله قوما هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. وقد قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وكذلك فالهداية من الله. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من يهدي الله فهو المهتدي. فالهداية والإضلال كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسأل الله الهداية وأن نتعوذ به من الضلال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد أي سبيل لهدايته. تأتيه من ناحية الشمال مغلق، من ناحية اليمين مغلق، تؤلف قلبه بمال مغلق، لا تؤلف مغلق، تشتد عليه مغلق، تلين معه الخطاب مغلق. فهذا قوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد طريقا لإيصال الهداية إلى قلبه. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. هذه الآية فيها التحذير من مسالك الكفار، فإن رغبتهم أن تكفروا، هذه رغبتهم، وإن لم يظهروها الآن وإلا فعلى مدار الأعوام والسنين رغبتهم أن تكفروا كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودلت على هذا المعنى عدة آيات حاصلها أن أهل الكفر يرغبون في إضلالنا بكل الطرق المتاحة لهم. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية المحدودة لو زنت النسوة كلهن، ود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم. الله يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا لنجى أنفسهم. وقال: ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه رغبتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تتخذوا منهم أنصارا حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة علامة إيمان، المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هنا سؤال: إذا كان الحديث عن أهل النفاق وأهل النفاق كانوا في المدينة، فكيف يقال إذن فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله؟
نقول الآية سبب نزولها في قوم لكن لا يمنع دخول غيرهم معهم، ولا يخفى أن الله قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يكون الحديث على من حولهم من الأعراب. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي أعرضوا عن الجهاد في سبيل الله عن الهجرة في إلى مدينة رسول الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هل هذه الآية ناسخة لآيات العفو؟ قال بذلك عدد من العلماء. آيات العفو كقوله سبحانه فأعرض عنهم وتوكل على الله، فاصفح الصفح الجميل، اصبر صبرا جميلا. من العلماء من قال بالنسخ، ومنهم من قال هؤلاء قوم والآخرون الذين يعفى عنهم قوم آخرون، والله أعلم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أحيانا أنتم يا أهل الإسلام بينكم وبين الناس من أهل الكفر عهود ومواثيق، لا تعتدوا عليهم ولا يعتدوا عليكم، كما كان بين الرسول وبين قبيلة خزاعة عهد وحلف، وكان بين الرسول وبين المشركين عهد، كما قال تعالى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فكان بين المسلمين وبين المشركين أحيانا تحالفات أو عهود ومواثيق، كما كان بين النبي وبين بني قريظة تحالفات. فإذا كان هؤلاء أهل النفاق وصلوا إلى القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوهم حينئذ. يعني إذا كان من المنافقين من له تحالفات مع القوم الذين أنتم بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوهم، حماية أو مراعاة للمواثيق. إلا الذين يصلون إلى قوم وبينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء المنتمون إلى القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق لا تؤذونهم لأنهم دخلوا في الميثاق مع أصحابهم، أو جاءوكم قوم آخرون جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. في ناس لا تحب أن تقاتلكم ولا تحاربكم يا أهل الإسلام، وأيضا في ذات الوقت لا يحبون أن يقاتلوا قومهم، فحصرت صدورهم ضاقت صدورهم ليست لهم رغبة في قتالكم، بخلاف الفئة الأولى التي لها رغبة في قضائكم في قتالكم والانتهاء منكم. هناك فئة من أهل النفاق أو هناك فئة ضعيفة الإيمان تكره أن تقاتلكم وتكره أن تقاتل قومها، حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فرحمة من الله بكم أنه لم يسلطهم عليكم. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فيه أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، فلن يتسلط عليك أحد إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف عنك أذى شخص إلا إذا كفه الله. وهذه حقيقة علينا إدراكها، فعليها أدلة متعددة، ومن المستفاد منها حسن الظن بالله وحسن الصلة بالله وحسن الإنابة إلى الله. أقول لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قال ذلك يا أيها، قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هنا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم،
ولا يخفى عليكم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دخول الدجال المدينة وبروز شاب للقائه، فيظهر أولا أنه قتل يشقه نصفين ثم يمشي بين النصفين، ثم يقول له قم فيقوم كأنه أحياه، فيقول هذا الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي كي يقتله فلا يستطيع أن يسلط عليه، لا يستطيع أن يسلط عليه ثانية، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله. فلا يستطيع ملك ولا رئيس ولا وزير ولا ضابط ولا مدير أمن ولا أي شخص كائن مكان أن يتسلط عليك إلا إذا سلطه الله سبحانه، ولن ينكف أذاه عنك إلا إذا كفه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الاستسلام والأمان فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فالفئة التي هي لا تريد أن تقاتلكم حصرت صدورها أن تقاتلكم، ولا يريدون أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم معكم لا يؤذونكم ولا ينالون منكم، ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وهذه أيضا منسوخة بقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال بعض أهل العلم بالنسخ، وقال آخرون هذا النسخ له مواطن، القتال له مواطن والعفو له مواطن، والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأيضا في الباب في شأن الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكلما كنا بعيدين عن النسخ قدر الاستطاعة كلما كان حسنا، إلا إذا أجمع العلماء على أن آية ما منسوخة أو كان هناك لي للنصوص حتى نقول بعدم النسخ، فنحن ليس نحن مع الإجماعات ولسنا مع لي النصوص المتكلف، والله أعلم. قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. أولا قبلها ما معنى قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا؟ يعني ما تلتمس علل لإلحاق الضرر بهم، كما قال الله تعالى في شأن النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما معنى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ يعني إذا الزوجة أطعتك لا تلتمس العلل الباطلة لإلحاق الأذى بها. فواحد متضايق من زوجته يريد أن يعني ينظر أي خطأ حتى يعاقبها، فيدخل البيت مرتب والأمور مرتبة وهي طيبة وكلامها طيب، لكن يريد أن يؤذيها، فيدخل يبحث عن أي علة لإلحاق الضرر. بيقول لها العنكبوت اللي في السقف هذا لماذا لم تزليه، ويضرب، يبحث عن أي علل باطلة لإلحاق الضرر بها. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تفتشوا عن علل وطرق لإلحاق الأذى بهن، إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأقدر منك من قدرتك على زوجتك. فهنا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا تلتمسوا العلل أيضا لإلحاق الضرر بمن
ضاقت صدورهم، حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فإن شخصا ما قد يلتمس إلا حتى يقتل أحدهم ويأخذ غنيمتهم. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير. كان يقول: لا، هذا ليس مؤمن، هو سلم عليك، قال السلام عليك، لا لست بمؤمن، وتقتله كي تأخذ منه متاعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. ستجدون آخرين، هناك صنف آخر من أهل النفاق ليس بمحب لكم ولكن يريدون الأمان فقط، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، مزبزب بين هؤلاء وهؤلاء، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما دعوا إلى الشرك راجعوا إلى الشرك، دعوا إلى قتالكم يدخلون في قتالكم أيضا يقاتلونكم. فإن لم يعتزلوكم هؤلاء المزبزبون الذين كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، الفتنة إلى الشرك والقتال قتال أهل الإسلام، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، لأنهم هم يتربصون أي وقت لإلحاق الضرر بكم، الفئة الأولى لا، حصرت صدورها أن تقاتلكم، ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذن أهل الكفر أو أهل النفاق درجات، في درجة منهم لا تريد أن تؤذيك ولا تريد أن تؤذي قومها، لكن في فرقة منهم يريدون الأمان فقط، ليس من صدورهم أنهم يرغبون في قتالكم، لا، يريدون الأمان فقط، وإذا وجدوا فرصة للانقضاض عليكم انقضوا عليكم. هؤلاء أمرنا بقتالهم، والمسائل هذه يقدرها أئمة المسلمين الأتقياء وأهل الحل والعقد، والله أعلم. ثم إن الله تبارك وتعالى بيّن دية قتل الخطأ، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي وما كان لمؤمن وما كان ينبغي ولا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. معروف أسباب القتل المسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هناك أمور أخرى لكن يمكن إدخالها في هؤلاء الثلاث كقتال الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي لأمر الله، يمكن إدخال الحاقه بالمفارق للجماعة، ومن يفعل فعل قوم لوط أيضا يمكن إلحاقه بالثيب الزاني. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، طبعا صور القتل الخطأ معروفة، تصدم شخصا بسيارتك عن غير قصد منك ولا تعمد منك، Ah!
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن القتل فإما عمد وإما خطأ. أدخل عدد من المتأخرين مسألة شبه العمد، يعني مثلا دان القتل العمد، شخص مثلا ضرب شخصا بالسيف على رقبته أو أطلق عليه الرصاص، قتل عمد، قتل خطأ، واحد صدم آخر بسيارة ولا ليس بينهما سابق معرفة حتى نقول إنه ينتصر منه. في شبه عمد مثل أن يأتي شخص بخشبة ثقيلة ويضرب شخصا على رأسه، تحتمل أنه يريد إيلامه وجرحه وتحتمل أنه يريد قتله. فمن العلماء من يدخلها في قتل في شبه العمد. ومن الطريف أن المساجين أحيانا يعرفون ذلك، كنا في بعض الدول العربية ويحكي لي واحد كاتب عدل، يعني يقول كان في السجن واحد قتل شخصا بالفأس، فاستدعته الشرطة وقالوا أنت قتلت فلان، ما استطاع أن ينكر لوجود الشرطة، قال نعم، قالوا كيف قتلت؟ قال بالفأس. فأودعوه السجن إلى أن يأتي القضاء، وقت القضاء. ففي السجن المساجين يعرفون فقه الجرائم، كل واحد يدخل يسألوه أنت عملت إيه، إيه اللي جابك، اللي يقول أنا شلت مخدرات، والآخر يقول تاجر عملة، والثالث يقول، كل واحد يجيب فيعرفون الأحكام. ولما دخل السجن قال لهم ماذا صنعت؟ قال قتلت شخصا بالفأس. قال إذا قلت للقاضي بالفأس ستقتل لأنه قتل عمد. كيف أقول أنا قلت للشرطة بالفأس؟ قالوا لا صح، قل للقاضي أنا قتلته بيد الفأس ليس بالحديدة، خشبة الفأس. قال يا جماعة أنا قلت له بالفأس، يعني معروف الفأس الحديد. قال لا، قل له واسأل القرية التي كنا فيها والمراد أهل القرية. طبعا يعني فر من الله إلى الله. لكن عموما أنا أقصد أن في شبه عمد عند بعض العلماء. دية شبه العمد تختلف شيئا ما عن دية العمد، تقديرها يرجع إلى القضاء. على سبيل المثال مثلا كما بينا، شخص يقود سيارة وصدم شخصا فقتله، عليه دية قتل خطأ. لكن واحد من الأصل ركب سيارة ليس فيها جوامح، يعني ليس لها فرامل، وعارف أن السيارة ليس فيها فرامل، ليس لها شيء يمسكه،
فخرج وصدم شخصا ما استطاع أن يوقف الفرامل لأنه هو يعرف أن ليس فيها فرامل، هذا تغلظ عليه العقوبة فيعطونه قتل الخطأ مع عقوبة أخرى وهي الإهمال. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا أهله يقول عفونا. الرقاب المؤمنة ليست موجودة الآن في غالب الدول، ليست موجودة الآن في غالب الدول. فافترض أن شخصا قتل شخصا خطأ ودفع الدية، بقي عليه تحرير الرقبة المؤمنة، هل يصوم أو ماذا يصنع؟ ربنا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فهل يصوم من أجل أنه لم يجد الدية التي هي لم يجد تحرير الرقبة، أو أن تأديته للدية تغني؟ ظهر أنه يصوم أيضا. لكن هناك مسألة نحب أن تطرح على المجامع العلمية في العالم، وهي مسألة تقييم الرقبة في حال عدم وجودها وإخراج قيمتها. يعني ما نجد رقبة، أنا سأدفع الدية لكن بقي علي تحرير الرقبة، ما عندي تحرير الرقبة، ما في رقاب، هل يمكن أن يقال للرقبة تقدر مثلا كما يقدرها العلماء بنصف عشر الدية ويخرج نصف عشر الدية مقابل الرقبة ولا صيام حينئذ؟ هذه مسألة يجب أن تبحث للاحتياج إليها. وهي أيضا تسري في مسألة كفارة الظهار، كفارة الظهار، وترد في مسألة أيضا امرأة ضربت امرأة فأسقط جنينها، النبي قضى بالغرة العبد أو الأمة، لكن ليس هنا عبد أو أمة، ماذا نصنع؟ الكلام لعله يبحث إن شاء الله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ماذا عليه؟ عليه تحرير رقبة المؤمنة، عتق الرقاب. ديننا جاء فيه الحث على عتق الرقاب في جل الكفارات، حث على عتق الرقاب في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، في الأيمان طعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، قتل الخطأ في تحرير الرقبة، في مسائل كثيرة. وهناك حث من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضو منها من النار في سورة البلد، فلا اقتحم العقبة، ما الأسباب التي تجعلني أقتحم العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة. فهناك نصوص كثيرة في الحث على عتق الرقاب، لا كما يقول الذين يهاجمون الإسلام يقولون في عبيد الإماء والعبيد كانوا موجودين قبل زمن رسول الله، من زمن إبراهيم الخليل، هل هاجر إلا أمه أهداها الجبار إلى سارة وأهدتها سارة إلى إبراهيم فكان منها إسماعيل عليه السلام؟ يوسف الصديق استرق وهو حر، أصبح عبدا في بيت العزيز وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين. فالرق كان موجودا، فلا يتصور أن أهل الكفار يسترقون المسلمين والمسلمون لا يسترقون أهل الكفر، لكن جاء الدين بالحث على تحرير الرقاب. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. كم الدية؟ النصوص عن رسول الله في الدية فيها مقال، هناك إجماع على أنها 100 من الإبل وتدفع مجزأة ومن أسنان متنوعة، فمن الإبل مثلا بكر بنت لبون، الحقة بنت مخاض، أسنان
يعني ناقة عندها مثلا سنة سنتان 3 سنوات 4 سنوات لها مسميات، فيدفع 20 من كل نوع. وليس الجاني فقط هو الذي يدفع الدية في قتل الخطأ، إنما الجاني والعصبة. من العصبة؟ اختلفوا في تعيين العصبة، فمن العلماء من قال هم عموم الأقارب من ناحية الأب، العصبات من ناحية الأب وليس للأقارب من ناحية الأم دخلهم في العصبة. ومن الدول من قصرت العصبات الآن على الأب والإخوة والأعمام وأبناء الأعمام والجد الأب، فهؤلاء يتحملوا دية قتل الخطأ جموا بها. ومن الناس من قال إذا تعصب واحد مع ناس، يعني أحيانا قبيلة تجد في شخص ما نجابة فتلحقه بها، يتحمل كما يتحملون، يتعصب لهم يتحمل كما يتحملون ويغنم كما يغنمون. نظام قتل، نظام الدية في قتل الخطأ غير موجود الآن، نظام الدية عفوا نظام العصابات في مصر غير موجود الآن، ولا يحملون العصابات شيئا. في بعض الدول وهو نادر موجود. ومن الطريف أن رجل من الأعراب جاء يشهد على ابن عمه، الشهود بيقولون ما قتلش، ما تعمدش القتل، وابن عمي يقول لا قتل عمدا. نسأل القاضي لماذا ابن عمي متعصب عليه، بينهم مشاكل؟ قال لا، انه اذا قتل عمدا يقول خلاص هو يقتل وانا ما اغرمش شيء، يعني يضحي بابن عمه من اجل ماذا؟ من اجل لا يدفع شيئا في الدين. قلنا 100 من الابل، لكن عمر لما اتسعت الفتوحات جمع أصحابه ورأوا أن مسألة الإبل ليست في الأمصار، ليست متوفرة في كثير من الأمصار، سوريا مثلا أو لبنان أو غير متوفرة مسألة الإبل، والحوادث كثرت، يعني كل يوم مثلا في دولة مثلا صغيرة يقتل 5 خطأ حوادث، 10 خطأ تجيب 1000 ناقة منين يوميا. فعدل عمر إلى، طبعا الحديث الوردة في 100 من الإبل كلها فيها مقال لكن عليها العمل، عليها العمل. وفي القسامة في الجاهلية كذلك، ودى النبي ب 100 من الإبل، فعمر جعلها ما يقارب 12,000 أوقية بما يعادل الآن 36.5 كيلوغرام فضة، هكذا قدرها الأزهر هذه الأيام. وهذا أرفق بالناس لأن العصبات غير موجودة، هذا أرفق بالناس. 36 كيلو جرام فضة ستعادل مثلا 500,000 جنيه أو 600,000 جنيه مع الغلاء، يمكن تحملها كذا، تقضي ب20 من الإبل ستصل إلى 3 ملايين، فليست في وسع الأشخاص. فقضى عمر كان أيضا حكيما مسددا، والله أعلم. فمن العلماء من يقول الدية على قتل، الدية في قتل الخطأ على أهل الإبل لها نظام، وعلى أهل الذهب لها نظام، وعلى أهل الفضة لها نظام. على أهل الذهب بجرامات الذهب، على أهل الفضة بالنصابات بجرامات الفضة، على، وحددوا لها قواعد، والأمر في ذلك واسع، والفقهاء بذلك يعني أقبل كثير منهم على فتوى عمر على العمل بما قاله عمر، والأزهر سائر على ذلك. قال تعالى افتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هان في قتل الخطأ يكون المجني عليه متسبب في 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 قتل نفسه أحيانا. ولذلك الآن بعد أن كان في بعض الدول أنهم ينظرون أي مقتول خطأ يغرم القتل خطأ قولا واحدا، لا أصبحوا ينظرون، يعني مثلا سائق القطار ماشي في طريقه، جاء واحد مر أمام القطار قتل، ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن هذا متحمل خطأ 100%. مثلا في طريق سريع والناس ماشية بسرعة القانونية، جاء واحد يمر قتل،
هل يلحق بالقطار أو لا يلحق بالقطار، هل كان في مسافة كافية أو ليست. في أحيان يكون المجني عليه متسبب في نسبة من الخطأ، فالآن أصبحوا في بعض الدول يخصمون قدر هذه النسبة، يأتي المرور ويقول هذا متحمل نسبة 30% من الخطأ المجني عليه، والجاني السائق 70%، يخصمون نسبة خطأ المجني عليه، وهذا سديد، والمصالح المرسلة تقتضيه والصالح العام يقتضيه، ووافق للنظر أيضا في قتل خطأ في مسائل التطبيب. أيضا طبيب يجري عملية جراحية لمريض فمات في يده، هذه شكلوا لها محاكم طبية شرعية أيضا، ينظرون إلى نوع المرض وينظرون إلى كيفية إجراء العملية التي جرت، يعني واحد مثلا هل أجرى له اختبارات سكر، اختبارات ضغط، اختبارات، أو لم يجري له ذلك، أشعة تلفزيونية هل بالصبغة، هل أعطاه بعض المستلزمات أم لا، فأنشأوا محاكم لهذا. هل هذا الخطأ ممكن يصدر من أي طبيب، أو أن هذا الطبيب قصر في العملية التي يعملها؟ واستأنس بعض العلماء بقصة أسامة بن زيد لما كان في القتال، فقال رجل لا يدع المسلمين الشاذة ولا فذة إلا تبعها، فانقض عليه أسامة وعلاه بالسيف، فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فالنبي لم يلزم أسامة بالدية، أنه يباشر عمله، هو أخطأ لكن لم يلزمه بدية قتل الخطأ. فهناك بعض الضوابط في مثل هذه المسائل. قال تعالى ودية مسلمة إلى أهله لن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم يعني كافر وهو مؤمن، فلن نعطي الكفار الدية يستعين بها على المسلمين فقط، فتحرير رقبة مؤمنة وسقطت الدية. يعني إذا قتلت مسلما أهله كفار ليس عليك دية لهم، إنما فقط تحرير رقبة المؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قدمت الدية على تحرير الرقبة مراعاة للعهود والمواثيق. قال تعالى إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هب أنه لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين، هل يطعم 60 مسكينا؟ للعلماء هنا قولان، قول يقول لا يطعم لأن هذا يدعو إلى التساهل، ويقول أطعم، والله ما ذكر الإطعام ولو كان جائزا لذكره الله كما ذكر في كفارة الظهار، وبعضهم استعمل الأقيسة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنالك مسألة، لو تمالأ قوم على قتل رجل، يعني 5 اشتركوا في ذبح واحد قتله، عمر يقول لو تملأ أهل صنعاء على قومي على رجل لقتلتهم به، فيقتلوا به إذا تمالأوا على قتله، والحيثيات قالت إنهم جميعا شاركوا في قتله، يقتلوا جميعا في الشريعة، والله أعلم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.